طيب اوكي، احنا كنا في يعني المواضيع هذه حترجع تتكرر معنا. احنا كنا نحكي انه كيف ممكن انه نطبق اول ماشين ليرنينج الجوريثم من عندي، وحكينا انه الخطوات هي ديفاين فيت بريدكت ايفالويت. فبدنا نشوف نطبق هذا الكلام على الايريس داتا سيت. فبدي اكتب هنا كود في البيشارم، فبدي افتح ملف جديد. وهنا بدي اسميه ML ASCII Learn 1. ممكن تطبق معايا هنا، بس هنا انا ايش بدي اسوي؟ الايرس داتا سيت انا اوريدي كنت معدل عليها، اعتقد انه احنا ضفنا فيها الهاش هاي. فبدنا نرجع نشيل هذا الكلام او بدي احطها في نسخه ثانيه. فهذه الداتا سيت بعمل منها نسخه واسميها ماي ايرس دوت سياسي. فهذا اسم الملف، يفترض انه يظهر عندي هنا. فأول حاجة هاي ماي ايريس، هذا الأصل، هذا بنشيل هاي أول حاجة. وهنا هذه الكومنت بدنا نشيلها، بس هيك رجع نفس ملف الايريس الأصلي. فممكن تلاقيه موجود عندك على على الجيت هاب حاليا، على الريبوزيتوري. فبدي هي عملت له بوش، ممكن تلاقيه حاليا عندك على الريبو. اسم الملف ماي ايريس. ايش سويت انا فيه؟ شلت الهاش اللي موجوده هنا في الاول، والكومنت كانت في كومنت هنا موجوده في المنتصف. فهنا بعمل ملف فاضي، يعني بدي احمل السي اس في هذا. فاكيد راح احتاج الباندا، امبورت باندا از بي دي. فخلينا نتأكد انه التحميل تبعي تمام. ببدأ الكود ستيب باي ستيب. يبقى هنا داتا بتساوي، او الايرس داتا بتساوي bd.read.csv، وبنديله هنا المسار تبع الملف. مسار تبع الملف مجدد نسخ من هنا. نفس المس كيف نفس الملف؟ بحط ال relative path. وهنا بشوف انه الداتا سيت هذه هنا طبعا لازم بجمل برنت، يعني مش زي الجيبتر. هنا بحكي الايرس دوت هيت، شوف الامور تمام. تمام، هنا عندي الاندكس 0 1 2 لغايه الاربعه، وهي الاتريبيوتس وهي الكلاس. تمام، حكيت بدنا ناخذ الواي لحال. فبنحكي انه الواي بتساوي عباره عن الايريس دوت هذا الاتريبيوت سبيشيز، او بفتح براكتس زي هيك وبحطها بين كوتيشن كديكشنري. فبترجع لي، بتاكد من هذا الموضوع. هيو برنت واي دوت هيد، لانه برضه هي بترجع لي اياه كباندا فريم.
بس هي لعمود واحد بس. تأكد من هذا الكلام. هيك بتتأكد شغلك صح. هاي رجع لي هنا الواي، هاي زيرو بس عمود واحد. طبعا هنا سيتوسا 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 كله، لأنه إحنا لو فتحنا الداتا سيت هنا هاي كله سيتوسا أول 50 وبعديها بيجي فيرسيكولر وفي الآخر فيرجينيكا، فعشان هيك ممكن لو عملت هنا تيل راح يجيب لي الفيرجينيكا في الآخر، إنه آخر خمسة فيرجينيكا. تمام؟ هيك الواي تمام. نيجي للإكس، إيش بتساوي؟ في عندي طريقتين، يا إما بحط هدول الأتريبيوتس أنا عندي في ليست بحطهم إنه هم الإكس، يا إما بعمل دروب لهذا. نعم. ممكن. فبالتالي هنا بروح بحكي إنه iris data dot drop. هنا راح نستخدم الاكسس. ايش بدي اديله؟ لستة، اسم الاتريبيوت، وهنا احكي له انه اكسس بتساوي واحد. هنا عمل لي دروب لعمود. ونشوف هنا، نتاكد من الاكس، قول له برنت اكس، وهي اكس دوت هيد، وهذا نحط هنا واي واي سمول سلاش ان، نحط لي اياها في سطر جديد. وهذه انه عباره عن داتا سلاش ان، تمام. يبقى هاي الاكس كل الاتريبيوتس ما عدا الواي. فايش الطريقة تبعتها؟ انه بعمل الدروب، وهنا طلبت منه يعمل الدروب لعمود، وهنا اكسس بتساوي واحد. يبقى الاكس والواي صارت جاهزة. بدنا نحدد الموديل. نحدد الموديل. الموديل راح نستخدم decision tree. يبقى هنا from ascii.tree import decision tree. هاي classifier، هاي الريجريسور موجود والكلاسيفاير موجود. حكينا للتكرار، يعني الريجريسور لما يكون التارجت تبعي نيوميريك، والكلاسيفاير لما يكون التارجت تبعي نومينال. انا هذه في هذه البروبلم ايش التارجت تبعي؟ iris داتا سيت نومينال. تمام، احنا بنشتغل على iris هنا في البيشار. هاي عرفنا الموديل، بنعرف منه اوبجكت. يبقى هنا موديل بتساوي طبعا هنا ممكن نديله الراندوم ستيت ونحطها كلنا واحد. تمام، هيك عرفنا الموديل. يبقى هنا لو كتبنا كومنت على هذا الموضوع، يبقى هنا load data، هنا طبيعة الحال انه prepare data، حددت ال x وال y، وهنا define model. بعدين train model، كيف model dot fit، نديله ال x وال y. نعم. بعدين predict، كيف نعمل predict؟ model dot predict.
ايش بدي له؟ x وبديني y، فعشان هيك بدي اخزن البريدكشن هنا في بريدز. وهنا ممكن ادي له كل examples، بدي له x مش خمسة بس. تمام؟ وخلينا نشوف البريدز هدول. هذا ايش راح يرجع لي؟ هذا كيف شكله؟ فيكتور. بالضبط فيكتور. شايف النتيجة للبريدكشن؟ راح جاب لي اللي هو انه التصنيفات سيتوسا صنف هذا، يعني هم طولهم اصلا 150 فرجع لي 150 هيك شغال البريدكشن صح. فالخطوة اللي بعديها نعمل ايفالويت. الايفالويشن وين موجود انا عندي؟ هيو هنا from sklearn. كل الايفالويشن موجودة عندي في سب باكج اسمها متريكس. import accuracy score. طبعا هنا في هذا السياق في عندي الايفالويشن، في عندي ايفالويشن مناسب للنيوميريك تارجت، وفي عندي ايفالويشن مناسب للنومينال. للنومينال انا عندي الاكيورسي. ايش المفهوم الاكيورسي؟ انه عندي هنا على سبيل المثال هي هذا الكلاس وهي هذا البريدكت. هذا كان كلاس A تنبأ او كلاس A، هذا كان A تنبأ او B، هذا كان C تنبأ او C. هذا ايرور ولا مظبوط؟ يبقى هذا مظبوط، هذا ايرور. فبالتالي انا عندي الدقه قديش؟ ثلثين بالضبط. فبجيبه هنا ك افريج، وهنا بحطها كنسبه مئويه 67% او 66% بوينت 666 بهذا الشكل. تمام؟ لو انا اديته 100 اكزامبل وجاب لي 75 صح وغلط في 25، فبالتالي الدقه 75%. هذا الكلام بيختلف لانه انت عندك انه يفترض انه الكلاس A وهو جابه A اوكي بحسبها صح، A وجابه B لا بعتبرها انه ايرور. اما في النيوميريك لا الوضع مختلف. انه انا عندي مثلا سعر البيت 10000 جاب لي اياه 10100، فبيكون الايرور هو عباره عن حاصل الفرق، حاصل الطرح. حنرجع له. تمام؟ بس هنا اخترت هذه accuracy score بسبب انه هذا nominal. تمام؟ جينا suitable for nominal class او target. ف البريدكشن يبقى هنا السكور بتساوي accuracy score، هذه عبارة عن دالة. ايش بعطيها هنا؟ لاحظوا ايش بديها، انه انا شو طلع لي انه هنا y true والبريدكشن. يبقى هنا هذا باراميتر اسمه y true بتساوي اللي هم الاصليات اللي هم ال y تبعتي، واللي تنبأ فيهم اللي طلع لي اياها y بريد بتساوي بريدز. افضل انه انا اعطي له اسماء الباراميتر عشان ما اتلخبطش في الترتيب، يعني انه قد انسى مين اول ومين ثاني. فخلص واي ترو بتساوي واي بريد بتساوي، بعديها بنطبع السكور.
100%. ممكن نحكي هنا accuracy بتساوي مية في المية، ولكن هذا غش. نعم. كمان مرة، إنه بنفعش إنه أعطي لك امتحان، يعني إنه أجيب لك أسئلة في الرياضيات وأقول لك إنه هاي الحل تبعها وتمرنت عليها والأسئلة هاي نفسها أجيب لك إياها في الامتحان. يفترض إنه الترينينج كمفهوم ترينينج إنه تتمرن على حل مسائل في الرياضيات، بتشوف كيف حلها، تمام، وبعد هيك في الامتحان بجيب لك أسئلة يفترض إنه ما مرتش عليك قبل هيك، بس لأنه أنت حليت مجموعة من الأسئلة إنه أنت تكون عندك القدرة إنه أنت تحلها، تمام؟ طيب، نحن كتبناه بالتدريج. أول حاجة الباند عشان أحمل البيانات، بعمل import للكلاسيفاير تبعي المناسب، تمام؟ موجود هو في package sklearn sub-package 3 اسمه decision tree classifier، وحكينا ليش classifier. بحتاج اعملها import لهي الدالة، كيف عرفت انه هي دالة وهذا class؟ naming convention، هذه دالة وهذا كلاس، فبالتالي انه من هاي الباكيج عملنا امبورت لهي الدالة، حملنا الداتا سيت bd read csv، بتاكد انه البيانات محملة تمام، بشوف الهيد تبعها، باخذ الواي لحال، باخذ الاكس لحال، بعرف اوبجكت. لا، هذاك دروب اني بالضبط، لانه انا بدي اخذ الاكس لحال بدون الواي، وهنا اديته كمان مرة الاكسس بتساوي واحد دروب لعمود. نعم، عرفنا اوبجكت من الكلاسيفاير تبعي، من الموديل تبعي، هاي الكونستراكتور تبعه، حطينا الراندوم ستيت للتريننج موديل دوت فيت بريدكشن موديل دوت بريدكت الايفالويت، بستدعي الايفالويشن فانكشن، شو بديها؟ شغلتين، الترو واي الاصليه والبريدكشن اللي طلع لي اياها الموديل. حقيت اذا في الموديل غلط بروح بحسب لي انه قديش عدد الاخطاء اللي عملها. بالضبط بالضبط، ما انا بحكي لك انه احنا ادينا له تريننج واحنا اختبرناه في نفس التريننج، بقول لك هذا غش. بالضبط، ما عملناش سبليت. هجيت هذا الكلاس تبع الموديل تبعي، تبع الالجوريثم تبعي اللي هو ديسيجن تري، ونوعه كلاسيفاير لانه حكينا انه التارجت تبعي نومينال. نعم، ريجريسور بيكون نيوميريك، دائما ريجريشن يعني نيوميريك، ارقام، ريجريشن للارقام. طيب احنا زي ما اخذنا في الاوبجكت اورينتد، انت بتعرف زي ما عملنا الكلاس بيرسون بي بتساوي بيرسون كابيتال، بتفتح قوسين، انت عرفت اوبجكت من هذا الكلاس اسمه موديل. هذا الموديل، هذا بدي لك المعلومات تبعي، ايش الباراميتر تبعته اللي هي قديش الماكسيموم ديبث وايش الكريتيريون، كل هاي الاشياء. هاي يعمل ويتنج للكلاس، انه يدي كلاس اهميه من كلاس ثاني، قلنا له نون نو. الكريتيريون جيني، كان عندي اكثر من معيار لاختيار الاتريبيوت،
هو بيستخدم معيار الجيني. الماكسيموم ديبث اخذ نان، ماكسيموم فيتشر نان، ماكسيموم ليف نان، امبيوريتي ديكريز، فهذه كل البارامترز تبعت الكلاس. طبعا السبليتر انه بيختار انه حسب البيست، والبيست حسب الجيني، تمام. وهي الراندوم ستيت اللي احنا مررنا له. فهو عبارة عن يعني انه هذه من مكتبة الاسكي ليرن، هذا الكلاس انه اوريدي جاهز، مجرد انه انا استخدمته، حددت بعض البارامتر، باقي البارامتر اخذ الديفولت، بعديها الموديل هذا فيت بريدكت، وبنستدعي الميثود تبعت الاكيورسي. هجيت لو استخدمت الجوريثم ثاني نفس النظام، بيكون نفس النظام لازم واحد اربعة بالضبط. اتليست في لسه بعض السنوات اكثر. كيف؟ نعم، لسه احنا ندخل في مرحله انه احنا بدنا نحضر البيانات نعملها سبليت من البدايه. كيف؟ صحيح، بس خلينا نجرب الجوريثم ثاني زي ايش مثلا؟ from ascii.naive import Gaussian NB، وهذا بدي اعمله موديل واحد او خليه موديل. هنا بنعمل له كومنت، هنا موديل بتساوي Gaussian NB زي هيك وخلاص. هذا طلع 96، مع انه احنا عملنا له تيست على نفس التريننج بس يطلع 96، تمام. طيب هيك احنا بدنا ننتقل لانه هي افضل نتيجة انه هو ممكن انه يتوصلها، انه حسب البروبابيليتي تبعته، انه حسب نتيجة البروبابيليتي زي ما احنا شفنا هنا انه دايما انه بتطلع معاه الحسبة زي هيك. ففي بعض الاكزامبلز، اربع اكزامبلز مش اربعة، 96% من 150 قديش بتطلع؟ يبقى 144، هما قديش؟ 150، يبقى بغلط في 6 دائما، انه مش ظابطه الامور معاه انه هو يعمل زي، تمام؟ بسبب انه خلاص هي الحسبه تبعتها انه هو بيطلعها بالطريقه هذه، فبيطلع انه ايرور زي هيك. الان انه لا 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 لا، ما بنقدرش نحكي زي هيك. متى بنقدر نحكي زي هيك؟ اذا احنا عملنا سبليت للبيانات. والله الديسيجن تري اذا طلعت انه الاكيورسي تبعتها ادق بحكي انه ساعتها احسن، ولكن مش معنات انه هي والله جابت لي 100% الديسيجن تري معنى ذلك انه احنا لما نقسم الترين والسبليت حيكون وضعها افضل، لا. الايش؟ هحط لكم اياه في شو اسمه؟ انه في شرح ماشين، وهذا الكلام انه ححط لكم اياه انه بعد ما اخلص كتابه فيه، انه هي وحاط لكم معلومات تبعته، انه احط لكم اياه كارتكل هناك. تمام. طيب خلينا ننتقل هنا، انه انتم بنيتوا على البي شارب،
في حدا عنده مشاكل؟ كله تمام. خلينا نشوف هنا هذا الاكسرسايز، مش عارف تلحقوا تعملوه ولا لا. استنوا احدد مدى الصعوبة تبعته عشان اشوف انه انتم بتلحقوا تعملوه ولا لا. هذه السيت اب وهي يحمل الداتا سيت. هنا بده يحدد التارجت نفس الكيفية، وهنا بده يحدد الاكس من هذول الاتريبيوتس. نعمل ريفيو للداتا، سبيسيفاي للموديل، ديسيجن تري ريجريسور، فيت، بريدكت. سهل، نفس هذا بالضبط، فممكن تحلوا الان. ورقة الحضور وين؟